أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقدم لكم فيديو بسيط، بقدم فيه بعض النصائح اللي ممكن أي حد يقدر يقوم بيها، وخصوصا أصحاب القنوات المبتدئة لسه على اليوتيوب، علشان تعبر بسرعة شرط ال 4000 ساعة مشاهدة وال 1000 مشترك. فحاول تشوف النصائح دي، أنا ملخصها في عدة نقط، وحاول تتابعها، وإن شاء الله لو أنت تبعتها مظبوط أو تبعت معظمها خلال شهر بكتير ممكن تحقق الشرط وتعدي الشروط المعقده اللي عملها يوتيوب. وطبعا للاسف الفريق العربي هو اللي اقترح هذه الشروط وعقد العمليه. وربنا يسهل بقى، وايه والشروط دي تتحسن بعد كده. بس ايه، حاول ان انت ايه تنفذ الخطوات وتصبر وتعدي ان شاء الله. وشكرا، تابع معايا الفيديو عشان ما اطولش عليك. سلام.